بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المشتركين الكرام المدمنين، مدمنين قصة ريا وسكينة، يا رب نخف كلنا منها، يعني ربنا هو الشافي في الآخر. يعني آخر حاجة فكرك بيها يا سيدي إن حسب الله كان حريص إنه ما يسجلش على نفسه لما سكينة فقعت واحدة للبوليس وقالت لهم على البيت الخواص، وان هو البوليس راح طب ومسك الناس هناك وقفل البيت. فحسب الله ما كان حريص انه مش عايز يتمسك عليه واحدة في موضوع الدعارة ده بالذات، لكن السرقة عادي الراجل مسمع في السرقة، فقال لك لا انا راجل صعيدي ومش عايز يتمسك علي حاجة ان انا شغال في الدعارة وكده، ودي شكلها وحش قوي وعملية هتبقى صعبة قوي. فاختار دون تردد لما البوليس جه وبعدها يعني الرحيل خارج حدود اسم شرطة كرموز. احنا عارفين احنا دلوقتي فين، هو في كرموز اللي هو بيت الخواص واللي قريب من الحارة الواسعة. فقال لك لا لا لا، ده الاسم كده ده جنبنا، معرفش ان هو بعد كده يبقى حبايب مع الاسم وهيعمل الجرائم وهو في وشه. فقال لك لا احنا نخلع من الحتة دي خلاص، ده كده مش نافع. وأول حاجة جت في باله إيه؟ راح خبط الباب على مين؟ على غرفة سكينة في الليلة ديت، بيقول لها جرى تظاهرات حصل كذا كذا من الشرطة والدنيا خربت والعملية باظت. فراحت هي أول ما عرفت اتظهرت بالانزعاج الشديد قوي، وإن هي زعلانة ويعني ما رضتش ان هي ما تقومش بالواجب رد على اللي هو كان بيعمله. فقالت لك يعني اللي معروف عنها، طبعا كانت شهمه معاهم وكريمه معاهم، فقالت لك يعني ماشي عشان ما تهرش قوي وياخدوا بالهم ان انا يعني فرحانه ولا شمتانه يبقى انا اللي بلغت. فراحت قايمه بشهامتها اللي هي بقى اصلا هيقول لك عادي ما هي شهمه وبتعمل معانا كده، يعني مش هيستغربوا اللي هي هتعمله. وراحت معاه لبيت الخواص لتساعد ريا وامها في نقل العفش القليل اللي كان في المنزل لفين، لغرفتها غرفة سكينة يعني، لغاية لما الاسرة تقرر الخطوة الثانية هيروحوا على انه حديقة حيوان. هم مش عارفين يروحوا فين. في ضوء الانذار طبعا اللي لما اتمسكوا او لما دخل البوليس في انذار كان وجهه لهم بشرف فندي، قال لهم على الطلاق بالتلاتة، يعني لو اتمسكتوا تاني لا هيبقى يومكم اسود. فالمهم يعني الراجل حذرهم ان انتوا لو وقعتوا تحت ايدي تاني هيبقى يوم مش هيعدي. وبعد ايام بسيطة كده، المرة دي هنسميها الغربة بتاعت بني همام، او يعني مش عارف اسميها، هي الغربة بتاعت بني همام اللي عمالة تنقل من حتة لحتة، امتدت لتشمل اسم كرموز. فغدرته الام وابنها ابو العلا مشيوا، قال لك يا عم ده احنا كده ايه ممكن نروح في داهية، وقلقوا خالص. فراحوا رايحين الام وابنها ابو العلا لفين؟ لكفر الزيات. قال لك احنا نرجع لنشاطنا، برضو النشاط ده احنا ناس محترمين وخلينا في شغل القهوة احسن بدل ما نروح نشتغل في الدعارة والفضيحة بقت بجلاجل. والام وابنها ما قدروش يقعدوا في كرموز في بيت الخواص، يعني هم مقفول بس هي ما قدروش يقعدوا في الحي ده. قال لك هنروح خلاص المطاعم اللي على الرصيف بتاعتنا، او نروح نبتدي من اول وجديد ونروح نقعد على الرصيف عادي، وملناش دعوه بقى لان تعبنا كله في بيت الخواص راح اونطه. طب احنا كنا مساهمين فيه وكنا تعبانين فيه وشقيين فيه. قالت لك يا عم ما هو راح كله، وكان ممكن نروح في داهية فننفد أحسن بجلدنا. وطبعا ريا أول ما شافت سكينة تقدر تقول إن الأزمة دي دوبت الجفاف اللي كان في العلاقة بينهم الاتنين، وكان بدأ يتراكم بين الاتنين وكان هيشيلوا من بعض شيلة جامدة، وكان ممكن يحاربوا بعض ويقطعوا بعض. فالمهم الحركة دي خلت ريا تحن لسكينة، وسكينة برضو تحن شوية. وريا يعني يعتبر السكينة بتبص لها كده تقول لها
انت فقدتي كل حاجة استولتي عليها بدون وجه حق. عايزة تقول لها يعني بتلمح لها كلام كده وسكينة، يعني عايزة تقول لها ايه ده تعبي وشقايا، وده اللي انا اللي اصلا انا اللي اقترحته لكم، وانا السبب فيه، وانا اللي عاملاه، والاسم التجاري البراند نيم بتاع بيت الخواص اللي دلوقتي بقى في الارض خسرتوه، وبقى وما بقاش له اسم في السوق خالص في وسط بيوت الدعارة. يعني خيبتنا في وسط بيوت الدعارة، مستوانا بقى صفر، وبقى يعني شكلنا وحش قدام بيوت الدعارة. ومع ان ريا ما شكتش خالص في الوقت ده ان سكينة ورا كبسة الشرطة على البيت، الا انها فضلت ان هي تعمل ايه بقى، قلت لك يعني اختي وقفت جنبي اهو، طب ما ماشي نلم الشمل، وانا دلوقتي راجعة بدأ من الصفر تاني وكل حاجة راحت. فقالت لك هستعين بمين، بسكينة معايا في تأسيس بيت بديل يقوم بنفس نشاط بيت الخواص، ونقدر نعوض اللي راح مننا ونمشي حالنا تاني ونقف على رجلنا، احنا ناس اذكياء يعني ومية مية يعني. وبالاخص لما جربت الشغل في بيت الخواص لقيت معاها واحد طربوش او طرطور، يعني هما الاتنين واحد، اللي هو مين حسب الله. قالت لك يا عم ده راجل زي عدم، وده انا اللي كنت قايمة بكل حاجة، ده راجل جاي عمال وظيفته ايه، عمال هو بس عمال يقتصر الوظيفة بتاعته على ان هو يصرف فلوس البيت اللي انا بجيبها على مزاجه، ويشرب حشيش ويشرب مخدرات، وانا تعبانة وشقيانة وعملانة، وهو عمال بس يشتري كده وخلاص، يصرف كل اللي بجيبه. فقالت لك على الاقل هو يبقى منظر كده كده، وسكينة هي اللي هتساعدني، وهي اللي هتتعب معايا، وهي اللي هتعمل كل حاجة معايا. وبكده بدأ البحث عن بيت جديد، والنتيجة بتاعت البحث دي انتقال الفرع السكندري اللي هو من آل همام. دلوقتي عندنا فرعين، فرع شغال في كفر الزيات، وفرع سكندري قاعد فين اللي هو في حي كرموز. اتنقل من حي كرموز لفين تاني؟ لمينا البصل. يبقى احنا اول حاجة كرموز والحارة الواسعة وبيت الخواص، وبعد كده دخلوا على مينا البصل وما لقوش ولا بصل. خلي بالك متسميه مينا البصل عشان كان بيشحنوا فيها بصل دايما وكلام من ده، كانت اشهر تجارة فيه، يعني من اشهر الحاجات، كانت متخصصة في شحن البصل بس. فالاختين اجروا غرفتين علويتين بمنطقة اسمها ايه، كفر الغاطس، قريبة من يا سيدي كبرش، يعني كفر الغاطس دي صعبة بلاش نقولها قوي، هنقول قريبة من كوم الشقافة. راحت ريا خدت اوضة واقامت فيها هي وزوجها البير الخرنج اللي هو حسب الله، وبينما يعني اقامت سكينة فين في الغرفة التانية، والحد دلوقتي مش باين لها زوج لان هو طفشان وما بيجيش يعني الا كل 15 سنة مرة. واستأنفوا الاتنين نشاطهم في البيت الجديد، وقالوا يلا نتوكل على الله وعشان ربنا يسهل لهم وربنا ياخدهم. ولكن قال لك ايه، نحط قواعد وشروط اساسية. اول حاجة نعملها ايه بقى، هم اتقرصوا وتعلموا، تكتم شديد، السرية التامة، عشان ما نلفتش نظر الشرطة او نظر اي حد من الجيران بتوعنا، لان الجيران لو شموا خبر عن الموضوع وكان يعني هتبقى فضيحة برضو، ويتكرر نفس اللي حصل قبل كده. وكان معظم الجيران دول الخيبة بقى ايه بقى اللي جات عليهم برضو، ان معظم الجيران المرة دي من الصعايدة المهاجرين زيهم برضو اللي مهاجرين لإسكندرية، وده كان هيبقى يعني هيعتبر يعني ده نشاط غير أخلاقي بالنسبة لهم بيقوموا بيه سرا. فقال لك سرا دي ماشي ندارة، ونحاول ما نعرفش أي حد أي حاجة. واللي اتبقى يا سيدي من الحاجات البشرية اللي هي يعني الموظفين اللي كانوا في بيت الخواص، سوى ما فضلش معهم غير فلاحة اسمها
أمينة كانت تمضي النهار معهم في البيت على أن يعني على أمل يجي زبون ويقول هاتوا أمينة ديت ناخدها لفة كده ولا أي حاجة. فكانت بتقعد دايما طول النهار معاهم وكانت بتدعي إنه هو إنهم قرايب يعني، وكمان لما يجي واحد أو هي تجيبه أو أيا كان أي حد يسألها يقول لها مين اللي جاء ده مثلا، قاعدة معاهم واحد من بره البيت يسأل ولا ده يسأل تقول لهم ده قريبي كمان، يعني اللي جاي ده قريبك اه، وياخد البنت دي في أي غرفة من الغرفتين دول. ده الكلام الجديد اللي هو حاصل في البيت الجديد. خليك فاكر احنا فين، في كوم الشقافة، أجروا أوضتين حاليا خلاص، وأي حد بيجي يشوفوه داخل البنت دي الفلاحة أمينة تقول ده قريبي. ولأن شغل البيت ما في الأول طبعا ما كانش كبير، والغرفتين دول كانوا أجرهم غالي شوية مش زي الغرف اللي قبل كده، كانت حنينة وكانت الدنيا ماشية. وفي الوقت ده الغرفتين كانوا بيوصلوا لسبعين قرش في الشهر. فبدأت تاني مشاكل توزيع الأرباح بين الشركة، بدأت المشاكل دي تظهر تاني، وبدأ يعني في نقار شوية بين حسب الله وبين سكينة، واشتعلت الحرب تاني بين حسب الله وسكينة، وأخذت يعني بقت في شكل خلاف حول مصاريف المعيشة، مش مهم التقسيمة قوي، إلا أصرت سكينة على إن هي تقطعها من الدخل يوم بيوم، يعني انتوا عايزين تعيشوا انا مش هصرف وبعدين هسيبكوا اخر الشهر، لا 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 لا، انا جه النهاردة 10 قروش هناخد منهم 2 3 أو 5 قروش معيشة ونمشي والباقي يتقسم. ده يعني مسار، كان مسار دي زوج شقيقتها اللي هو حسب الله اللي حاول انه يشكك فين في امانتها، الموضوع مش جاي معلم، مش عارف تحصل على الفلوس كلها، فبدأ يقول لك لا دي مش أمينة، ده هتسرقنا، ده كذا، ده مش عارف ايه. ولما يعني بدأ يقول عليها كده وصلها الكلام، بدأت تواجهه بكل مليم يتصرف على البيت. قالت له ده يا سيدي أي مليم أنا صرفته أهو هقول 1 2 3 وأنت بتثقش في رايا كمان؟ رايا هتشرف معايا على صرف الفلوس ديت. خلاص هنجيب حاجة ياخد رايا معايا يروح أجيبها وتعرف حسابها وقول لها جبت بكذا. راح جاي خلص من حتة ان هي امينة، راح شوية بعدها بيومين 3 اسبوع راح جاي متهمة انت مسرفة، انت مش عارفة تنظمي الصرف، وانت اتعودت ان انت تصرفي ما بدون حساب، وحتى كمان بالامر انت ما سافر جوزك رجب اللي هو احمد رجب يعني زي ما نقول برضو اللي كان شغال في السلطة العسكرية، كان بيبعت لك فلوس كتير ومن كتر ما بيبعت فلوس في الاخر بيجي ما بيلاقيش ولا مليم، يعني انت كده كده مسرفة، وانت عارفة ان جوزك ما بيعملش مش شغال بانتظام وتصرف الفلوس ويجي ما يلاقيش فلوس بالذمة دي، دي هتقدر تمسك النقود في ايديها او الفلوس في ايديها بالشكل اللي هي بتقول عليه ده؟ لا لا ده انت هتبدديها. وطالبها بان هي تسيب مسؤولية الانفاق على المنزل، يعني هو حاطط في دماغه سكينة بطريقة ملاش حل، ليه كل ده بيلف ويدور عشان ياخد الفلوس الجرشينات ويصرفهم على نفسه زي ما كان عامل الاول؟ ما هي رايا بقى كده واعية، لان رايا راحت مدياله واحدة، انت بقى هشتغل وتعيش على قفاية زي ما انت عايش، لا نصحى شوية وتعالي يا سكينة ساعدي معايا. لكن سكينة فاهمة هدف حسب الله، وهو ايه؟ الاستيلاء على النصيب الاكبر من دخل البيت، يا يستولي على الفلوس كلها ويصرف هو، يا اما عايز هو الدخل الاكبر، لكن بالنص دي مش جايه مع حسب الله سكه. ليه؟ عشان مش هتكفي الصرف على مزاجه، وانت تقعد تصرف على مزاجك وتخلص لنا الفلوس وتسيبني انا واختي جعانين. رفضت راي سكينه بعناد شديد جدا، ولانها كانت اتعلمت بما فيه الكفايه من اللي حصل قبل كده في بيت الخواص، يعني اتجاهلت الاستفزازات المتواليه اللي عمال يعملها حسب الله مع سكينه،
وترويحه المستمر يعني كل شويه يعني ملقاها جبله بقى ومش بتحس ولا عايزه ولا ضربه طرشه له خالص ولا هو في دماغها، يقول لها بص احنا خلاص يعني ربنا يسهل ونفض الشركه اللي بيننا دي، وكل شويه ربنا يسهل ويفض ونفض الشركه اللي بيننا دي عشان العمليه دي ايه بالنسبه له مش نافعه. وابت ان تغادر البيت، والغالب ان حسب الله لم يكن جاد في التهديد ده لانه ما نفذش ولا مره ومشي، اذ كان وجود سكينه ضروريا للتعميه على نشاط الشركه بتاعتهم، وكمان عشان نقنع الجيران او السكان الجدد اللي جايين جنبه ان احنا اسره محترمه، ان واحد ومراته ومعاها اختها. وبيني وبينك يعني هو فكر كده مع نفسه قال لك الله يعني هنرجع نمشيها تاني، ده هي كانت بقى سكينه اتعلمت زي اختها وبدات تجيب زباين بالهبل، يعني ريحت سنه وبتجيب برضه، بس سكينه لقطت الموضوع قالت لك الله ما مين السحابه اللي عامله شغل ريا، طب وليه انا ما اكونش زيها. وبدات ريا سكينه تسحب بنات جامد جدا، فالراجل بقى ايه الفلوس كسر عينه مش قادر يتكلم، قال لك دي بتجيب فلوس كتير قوي. الله طب ما فعلا دي ريا دي سكينه بتروح الخمارات كتير قوي وعماله تقعد مع ده ومع ده ومع ده، وبدات بقى تبقى خلاص خمرجيه فعلا. قال لك طب ما احنا نخسر جامد قوي كده، انا مش راضي بالجزء الاكبر ده، كده داخل لو اشتغلت على ريا بس مش هتجيب حاجه، هاخد مبلغ تافه. فدي اصبحت بتجيب حاليا كتير، ومعرفها بقوا بالهبل. وادركت سكينه ان عدم وجود راجل معاها بيضعف من موقفها في الشركه دايما، ده اهم الاسباب اللي هي خلت سكينه ان هي تدور على رفيق لها ثابت، يا اما تتجوزه يا اما تبقى مرافقاه زي ما هي مرافقاه. هو بقى مين اللي عليه الدور؟ اللي هو محمد السداد، اللي هو دخل المنزل ذات مره مع زميله، كان بيربط حاجات في الشركة في المكابس المصرية اللي كان شغال فيها، فعجبته مين؟ سكينة، ده اللي هو محمد السداد. وخلي بالك هي معاها أحمد رجب في إيديها التانية، هي هتلعب ملك ولا كتاب عليهم في الآخر. وعرض عليها إن هي تكون رفيقته، هي قربت من ناحيته شوية كده ويعني ابتسمت له وجابته سكه يعني زي ما بيقولوا، فيعني تدي له حق ان انا عايزاك يعني او حاجه زي كده، فراح هو متشجع وقال لها انت تبقي رفقتي كده على طول يعني، انا مش عارف والله. فوافقت على الكلام دوت، واصبح يتردد على الاوضه بتاعتها في معظم ايام الاسبوع، بعد ما يخلص شغله يروح بدل ما يروح على بيتهم يتحول في عين اهله ويروح مروح على مين؟ على سكينة. وبالاخص شغله كان قريب من بيت سكينة اللي هو قلنا في كفر الغاطس، تمام؟ كفر الغاطس يا سيدي اللي احنا قلنا اللي هي قريبة من كوم الشقافة. ولم يحل زواجها من احمد رجب بينها وبين الارتباط بمحمد السداد يعني اي حاجة، ما كانش ده سبب بيدل على اي حاجة او ان هي تمتنع عن محمد السداد، لا لا لا، اذ كان غياب الزوج في عمله بالسلطة العسكرية طول، واللي طول ده ما يلزمهاش، وطول المرة دي زيادة لدرجة يعني خلاص سكينة صبرها نفذ في المرة دي بالذات على الصبر، هنا قالت لك خلاص بقى انا الراجل ده بالنسبه لي كده ايه فاشل ومتعب، انا مش قادر اصبر. مع انه كان كل وقت والتاني يبعت لها فلوس بين الحين والاخر، الا ان زواجهم كان قد تحطم منذ اضطرت سكينه الى العدول عن توبتها كذا مره قبل كده، بس كانت مرات بسيطه، بس المره دي تحس ان هي ناوت فعلا ان هي تأجل التوبة دي، او التوبة دي ملهاش لازمة، انا جوزي مش هنا ولا عايشة ولا شايفة عايشة، وحسب الله وريا عمالين يبهدلوا فيا. قالت لك بدأت تفكر سكينة
العودة لممارسة البغاء بالذات في أعقاب وصولها إلى الأسكندرية. يعني هي كانت بتصد شوية الأول وقعدت يعني تكافح شوية إن هي تصد عن نفسها وموضوع البغاء ده، لكن هي اتورطت مرة فين عشان لما كان العيلة بتاعتها جعانين ومفيش أكل وهي اللي بتصرف عليهم فاضطرت، وما كانتش لاقية كمان ساعتها شغل فاضطرت تقع أو تمشي في البغاء شوية، ورجعت تاني لحالها وفوقت نفسها وقالت أنا توبت ومش توب. المرة دي قررت قرار إن هي ترجع تاني في البغاء بس بشكل حلو شوية، اللي هو إيه اللي هو محمد السداد، بدل ما كل شوية واحد داخل طالع ده مش عارف إيه وإيه، لا هنجيب محمد السداد ويبقى ندوس على الزرار يطلع محمد السداد يروح جاي لها. ويدوب حسب الله اعترض على تردد محمد السداد المنتظم بقى ملحوظ قوي، بقى محمد السداد دخل على سكينة، محمد السداد كل يوم دخل على سكينة، فده بقى يصير شبهات حول البيت. واعترض حسب الله قال لها انت كده هتعملي لنا شبهة وهنروح في داهية تاني والبيت هيتقفل تاني، وبصص لها كده بصة وهي بصت له قال لها طب يعني أنا جوز أختك يعني ما ينفعش كده يعني كده راعيني شوية. قالت له والله أنا عايزة راجل يحميني ويدافع عن مصالحي، وبصراحة أنا بقيت وحيدة وعايزة واحد أنيس يبقى معايا يؤنس وحدتي ديت، وبصراحة هو مش بياكل عرقي، أنت مفكر إن هو بياكل عرقي او ان هو بيستولي على فلوسي او تعبي او شقايا، لا وعلى العكس منها فقد ادرك السداد نفسه ان اعتراض حسب الله لا يخلو من اسباب منطقية. يعني مش مقتنع انت بتعترض ليه، يعني انا مش شايف اي سبب لاعتراض حسب الله. وبيقول لها كده يعني قالت له عموما احنا عايزين نقلل شوية من كتر زياراتك زادت قوي، فتعالى نخف شوية وخلينا ننتظم شوية في مواعيد معينة، يعني يمكن ده يخفف من حدة التوتر اللي باينة قوي واللي بتزيد كل يوم عن التاني بيني وبين حسب الله المجنون. تمام. فأصبح يمضي جانبا من السهرة بعد خروجه من العمل اللي هو محمد السداد على أحد القهاوي أو الكافتريات مع بعض زملائه. قال لك يا عم ماشي يوم النهاردة بلاش سكينة، نروح نقعد مع زمايلي شوية، ثم بعد كده ينصرف في مواعيد غير ثابتة لأن الناس بدأوا يعرفوا مواعيده اللي بيجي فيها، ولما هيوصل إلى حتة قريبة من بيت سكينة يستأذن من صديقه ليتسلل. يعني فاهم الحتة دي إنه هيمشوا ثلاثة أربعة مع بعض ويعدوا من قدام باب بيت سكينة، الأربعة هم ماشيين روح واحد ساحب نفسه لو محمد السداد دخل على البيت بسرعة، يوم ما حدش ياخد باله هم ثلاثة أربعة ماشيين بقوا ثلاثة بقوا اتنين مش فارقة مع الناس، هو تصور كده يعني. وقال لك محدش هيشوفني ولو شافوني اديني داخل مرة من المرات، لكن أنا كده مش جاي بصفة رسمية ولا قاصد البيت ده بالتحديد، ده أنا ماشي يعني لقيت البيت في وشي رحت داخل. مين بقى كان من بين زملاء محمد عبد العال السداد؟ كان محمد عبد العال من بين زملائه العاملين في شركة المكابس المصرية. وكان محمد عبد العال أقرب واحد لمين؟ لمحمد السداد، وإن هما كانوا بيسكنوا كمان هما الاتنين في شارعين قريبين من بعض. فكان أكتر واحد مصاحب لمحمد السداد مين بعد انتهاء بقى شغلهم بقى ويقعدوا في القهوة والكلام ده؟ مين؟ كان محمد عبد العال هو اكتر صاحب له. فبدأ احنا ماشيين ثلاثة اربعة يروح محمد السداد سحب نفسه داخل البيت ده، فكرر الحركة كتير محمد السداد، فراح جاي لفت نظر محمد عبد العال ان هو بيروح يعني البيت ده، فراح جاي مرة سأله هو انت يا عم الحاج بتبقى ماشي معانا؟ تقول طبعا عزنكو انا داخل البيت ده، هو البيت ده مثلا انت داخل تصلي فيه ولا داخل تعمل ايه؟ قال له لا ده في ناس قرايبي قاعدين جوه وانا بخش اسلم عليهم واقعد معاهم شويه، ناس يعني محترمه جدا يعني. فالراجل يعني شك في كلامه كده شويه
وما بقاش مقتنع بكلام السداد، فقال لك ماشي، قال له طيب ماشي حاضر. بدأ محمد عبد العال يسأل من وراه، وقعد يعني يتقصص حوالين البيت ده لغاية لما عرف ان البيت ده شغال في الدعارة، وان السداد بيخشه عشان اكيد هناك محضر له واحدة بنت، وانه هي ما جاش في باله بقى سكينة والكلام ده، وانه هيخش يقابل واحدة ويروح يقضي يوم معاها او كلام من ده. فبرضو قعد يتحرى تاني، مسكتش. قال له يعني هو بيروح مين دي اللي بيروح له؟ قالوا له لا ده انت ما تعرفش، ده واحدة رفقته جوه مرافقها. قال لهم يعني رفقة ثابته له وخلاص، الراجل ده ثابت وبيروح لها، مين دي؟ قالوا له اسمها يا اخويا سكينة. اسمها سكينة، يعني ده انا سمعت الاسم ده قبل كده. فراح وبدأ، لما راح يبص هناك، لما شاف سكينة راح وقع في حبها من اول نظرة. معرفش هي كانت شبه نفرتيتي ولا كليوباترا ولا ايه، معرفش. فالمهم الراجل اول ما زي بمناسبة نفرتيتي وكليوباترا، كليوباترا بيقول لك ان الفراعنة زمان كانوا بيشربوا سجاير كليوباترا، عشان كده سموها كليوباترا دلوقتي. المهم ان هو وقع في حبها وقال لك بلا سداد بلا صاحبي بلا نيلة، انا هخش انافس الراجل ده والبت دي، عجباني اللي اسمها سكينة دي قوي، وانا اخش اخدها منه. يا عم عيب يا عم، صاحبك صاحبك فيش الكلام ده يا عم، كبر دماغك. فقال له بقى بص تعال، يعني هو بيكلم نفسه كده، انا بقى هتذاكى عليه، انت كل مرة تمشي معانا وانت ماشي تلاتة اربعة معانا تروح ساحب نفسك داخل البيت. قال له طب اصبر علي انا هوريك ايام سودة. فراح خلاهم قاعدين محمد عبد العال لئيب، قال لهم انتوا قاعدين على القهوة قدامنا قد ايه؟ احنا لسه جينا، هو قدامنا ساعتين تلاتة ولا حاجة. قال له طبعا اذنك بس انا اروح اجيب حاجة، ولا رايح كذا، ولا رايح اشتري حاجة، وهرجع لكم تاني. ويروح رايح على فين، سايبهم على القهوة قاعدين ولا فاهمين اي حاجة، ويروح داخل رايح على بيت سكينة، ويروح يقابل سكينة. يجي السداد يخش هيلاقي مين في وشه؟ محمد عبد العال. ناس بيقول له مش اطلع بره. وبعد اسابيع كان يعني محمد عبد العال كان جذب سكينة له، ارتحت له وحبته، يعني بدأت تقوله يعني ايه السداد ده، ما عندش مش عايزة يجي هنا. فبدأ على فكرة الصورة اللي قدامك دي من كتر شهرة ترية وسكينة في العصر ده نسيت اعلق لك عليها، فكانوا الناس بتتصور ويروح يقلدوا ريا وسكينة، شوف ربطة وشها ازاي وحط رجل على رجل عاملة ازاي، فكانوا بيعملوا في اشكالهم حاجات كده يعني منظر مرعب شوية، يروحوا يقعدوا يتصوروا وكانوا بيقلدوا ريا وسكينة متقمصين دورهم يعني. فبدأت تزهق من محمد السداد، واول ما يجي ما تقبلوش اصلا، تقول له لا بقول لك ايه حسب الله هنا مش عارف ايه اي حجة ايا كان، وتروح مش عايزة يعني تستمر معاه. فقالت لك لا، وكل مرة يجي يوجع دماغي. فراحت مصارحة محمد السداد وقالت له بقول لك ايه، انا مش بصراحة ما عادش عندي رغبة في ان انا استمر في العلاقة معاك. والسداد اتأكد ان هي جادة في الكلام ده قوي، كلمته بجد قوي، ويمكن يعني هزقته شوية كده، فالراجل اتحرج وطلع عنده دم، راح اتقطع عن ان هو يروح على البيت خالص بتاع سكينة، لغاية لما حل محله مين بقى رسمي، بقى محمد عبد العال بقى هو الرسمي. راية وسكينة ده كتاب يعني عرفت عنه شوية حاجات، ومش وقتها الصورة دي تطلع، بس انا ما لقيت الصورة دي وقديمة كده، والكتاب قديم جدا مكتوب قديم عن راية وسكينة. تخيل كتاب مكتوب قديم عن راية وسكينة من يعني 20-30-40 سنة اللي قدامك ده، فتعمدت اطلعه دلوقتي قبل ما حد يلاقي الصورة ولا يطلعها، وقلت اوريها لكم. وعلى فكرة ابتداء من الجزء ده وعد مني في خلال 3-4 فيديوهات اللي جايين عشان تتابعني طبعا، هطلع لكم صورة. انا عندي فيديو راية وسكينة وما بكذبش، هطلع لك صورة من الفيديو، هصور منه صورة او اتنين من الفيديو اللي عندي اللي هو لا يتعدى الدقيقة بتاع راية وسكينة،
وعد مني هطلع لك صورة منه بتاعت سكينة في خلال التلات اربع فيديوهات، يعني هتتابعني صح جدا في التلات اربع فيديوهات اللي جاية هحط لك صورة مفاجأة مفاجأة لسكينة وامها وبنتها وبنت ريا، تمام؟ بس تابعني وتعملوا لايكات، ما عملتوش لايكات مفيش بتاع ده. صورة بس، وعد فعلا هديكوا صورة، ان هو ده الحل. الفيديو ما يتركنش كده، انا اطلع منه صورة ماشي. وطبعا هكتب على كل حتة في الصورة قناة مغامر مصر، على قفاها بقى وعلى عينيها وعلى رموشها وعلى حواجبها، تبقى ليلة فل ان شاء الله. يعني مش هتعرفوا تشوفوا الصورة من كتر ما مكتوب عليها قناة مغامر مصر، وفي ناس هتشيلها برضو وتعرف تحط عليها اسم تاني. بالمرة الصورة اللي قدامك دي كرموز مشهورة جدا بالترام اللي قدامك ده، اللي لونه برتقاني في بيج ده، مشهور جدا كرموز، حي كرموز بالترام ده، وموجود تقريبا برضو في الحضرة وفي الخط ده برضو اللي من الحضرة لغاية كرموز ولغاية كوم الشقافة حاجة كده، بس هو منتشر جدا الترام ده هناك، ده الترام الرسمي هناك. تعال نخش على محمد عبد العال شوية. محمد عبد العال ده وصفه ايه؟ كان محمد عبد العال شابا اسمر اللون، متوسط القامة، ما كانش لا طويل ولا قصير، وشه برضو كان مستدير، كان عينيه سودة، يعني مع ان والله الوصف اللي احنا الصور اللي طلعناها يا اما البرامج هي اللي لونتها ان عينه ما كانتش سودة، بس الوصف اللي معانا الرسمي ان عينه كانت سودة. اما بقى اقول لك على حاجة، عشان الصورة زمان كانت ابيض واسود، فاللي معاه الصور وصفها بابيض اسود فعلا. المهم عينه سودة، كان عضلاته قوية جدا، كان دايما متلمع كده وحالق دقنه، يعني حالق لحيته كده دايما، وكان يحط شنب، له شنب خفيف، يعني ده وصفه بالظبط. ويعني كان بيرتدي كتير في اغلب الاحيان زيه زي لبس اللي ماشي في الوقت ده، جلابية ومعطف والكلام ده كله، كان سنة 1917. والوصف فعلا اللي احنا وصفناه ده لمحمد عبد العال هو ينطبق على نفس الصورة بتاعته اللي موجودة، وهحط لك صورته برضه. وكان عنده كام سنة بقى في الوقت ده؟ كان عنده 22 سنة من عمره، أمضى منها 5 سنوات في اسكندرية، يعني أصلا مش من اسكندرية، منذ أن لحق بأبيه وعمه اللي تركوه قريتهما الصغيرة اللي هي اسمها موشة، إحدى قرى محافظة أسيوط، ورحل شمالا بحثا عن العمل أو أكل العيش. فعمل الأب حمالا في مينا البصل، ده سبب وجوده في مينا البصل، وعمل العم بوابا في قصر عبد الحميد بيك الديب في الرمل. فلم يجد محمد عندما وصل مع شقيقه اللي هو يصغره بعامين إلى الأسكندرية في عام 1912 صعوبة في الحصول على عمل من النوع الذي يصلح له أمثالهم من الجنوبيين، فعمل في البداية، يعني ملقاش صعوبة فعلا في العمل بتاعه، فعمل في البداية مع أبوه مع أبيهما حمالين في اشتغلوا حمالين في ميناء البصل، ثم قعدوا يتنقلوا أثناء موسم القطن، يعني يشتغل بين المحلج وبين المكابس، يا إما يشتغل في الميناء حمال، والمهم من هنا لهنا شوية هنا شوية هنا. وبالذات عبد العال كان بيشتغل في أعمال تعتمد على القوة الجسمانية، لأن هو كان عافي قوي وكان له عضلات. على فكرة البيت اللي قدامك ده اتقلب سبوبة، انا بحط صورته عشان هما بس عملوا عنده صور بيت رايا وسكينة. البيت اللي محطوط عليه الصور بتاعة رايا وسكينة يا جماعة مش بيت رايا وسكينة، الناس اللي هناك استغلت الظروف، وان الناس كلها موهومة ان البيت ده اللي بيطلع في الصورة دايما هو اشهر بيت عليه اشاعة ان هو بيت رايا وسكينة، وهو اتصور فيه الفيلم بتاع انور وجدي اللي اتعمل، وقالوا ان فيلم انور وجدي بتاع رايا وسكينة اتصور فيه. والله البيت ده ما بيت رايا وسكينة، عاملين دلوقتي خلي بالك قدامه صور رايا وسكينة الناس، وبيشتغلوا الناس وبيضحكوا على الناس اللي بتروح هناك ويقولوا لهم ده بيت رايا وسكينة، ويقعد يحكي قصة تأليف وتخريف وكلام من ده.
واحد هناك عاملها سبوبة وحط بقى صور دلوقتي رسمي على البيت، رايا وسكينة زي انت شفتها في اللقطة اللي فاتت، وبياخد من الناس فلوس، اللي عايز يتفرج ويجي يحكي له شوية وياخد منه فلوس. وحط كراسي قدام البيت، زود القهوة اللي كانت هناك وحط كراسي بقت رسمي، عايز تقعد عند البيت ولا تصور تعال اقعد على القهوة هتشرب حاجة وتدفع، وهتدفع حق الفلوس او فلوس حق التصوير وحق ان احنا نقول لك كلمتين. وبقوا عاملينها سبوبة البيت رايا وسكينة والله ثلاثة، وهو ما بيت رايا وسكينة. انا بقول لك وبحلف معلش نأسف يعني. وخلاص، وخلال الاعوام ما بقتش اقول ماشي اهو خلي بالك، عشان في واحدة قفشتني في كلمة ماشي واديني خلعت من ماشي وما بقتش اقولها، مش هقول ماشي دلوقتي، كنت هقول ماشي تصدق دلوقتي بس خلاص فلت. بس هي صبا الجندي هي لماحة أوي. المهم، وخلال الأعوام الثلاثة الأولى من إقامتهم في اسكندرية نجح محمد عبد العال وأخوه في إدخال الفلوس إلى ما يعني لجيوبهم يعني، أو يعني الثراء شوية لهم اللي مكنتهم من شراء عربية بحمار. ادي البيت قدامك اهو، عربيه، وحطوا الحته الخشب دي ومعلقين عليها صور على الباب نفسه، الباب اللي كان مصدي. حطوا عربيه بحمار، اشترى عربيه بحمار دي بالنسبه لها يعتبر يعني ايه، واحد كده ايه يعني اسس لشغل يعني، ومعاه عربيه بقى يقدر يشغلها وينقل بيها، دي كانت مصدر دخل كانه واحد عنده تاكسي كده، كانوا بيستخدموها في نقل البضائع والاساس بين الاسواق، اللي عايزين السرير اللي عايزين اوضه نوم مش عارف ايه، اهو كانت الدنيا ماشية بالطريقة دي، او بين الاسواق بين المدينة واحيائها المختلفة، او يعمل احدهم عليها في نقل السمك من محطة السكة الحديد. السمك كان بيجي في القطورة في محطة السكة الحديد ويتنقل لمين؟ لسوق السمك. فاتاحت لهم انه يجد عمل بعد انتهاء موسم القطن العربية بحمار دي. وما لبس الاخ الاصغر اللي هو اسمه محمود، ده محمد عبد العال وده محمود عبد العال، ان تزوج من احدى فتيات الاسكندريه. فراى شقيقه انه يعني شقيقه قال له يعني ما تسيب لي العربيه بقى، انت اتجوزت، ومع انك اتجوزت يعني هيكون عليه فلوس كتير ومصاريف كتير. محمود اللي بيقول له سوري، محمود بيقول له سيبها لي عشان اعول اسرتي وافضل اشتغل عليها وما تبهدلش هنا ولا هنا. وكان متزوج واحدة من بنات اسكندرية، فشقيقه قال له خلاص انا هسيب لك العربية عشان تعول اسرتك وتفضل شغال عليها. وكمان هو يعني ساب العربية دي، اقول لك لسبب، كان مش متحمس قوي ان هو يعني تحت بند ان هو شغال عرباجي، عرباجي دي اللي هو معاه عربية بحمار، فده السبب ان هو كانت سهل ان هو يسيبها له يعني، ففضل انه فرصة العمل التانية تكون في مكان اكثر احتراما، كانت سانحة له في الوقت ده، فكانت اضواء الاسكندرية اجتذبته، فعرف الطريق الى الخمرات وبيوت البغاء، واتسعت امامه ابواب الطموح الضايع عشان يعيش حياة مختلفة غير الحياة القاسية اللي عاشها في طفولته في قريته موشة التي لم تكن أسرته تمتلك فيها شيئا. معظم اللي بيهاجروا على فكرة بيبقوا كده، أسرته ضايعة خالص وما بتشتركش في حاجة وما عندهاش أي أملاك فبيهاجر، ما كانش غير عندها غير منزل مبني من الطين اللبن ده اللي بيقولوا عليه، ومشيوا من القرية، ما كانش لهم بقى حد في القرية غير مين؟ أمه اللي هي والدته العجوزة اللي كانت قاعدة في البيت اللي هو مطين ده، هو كان شديد الحب لها، كان دايما بيرسل لها فلوس من وقت للتاني يعني، ما كانش يعني مهملة، بس الظروف بقى هناك ما فيش فلوس، فقال أطلع أنا أشتغل وأصرف عليها وعلى نفسي وأشيل اللي يتفضل أقدر أشيله. والحقيقة إن مشاعر الحب التي كان بيكنها لأسرته كانت قوية جدا، فلم يبخل على شقيقه محمود الذي كان على العكس منه أقل طموح وأكثر عملية بمساعدته حين أن قرر يشتري منزل ريفيا صغيرا يتكون من حجرتين بمنطقة غيط العنب عشان يعيش فيه. فكان هو بيحب أسرته قوي
وساعده قوي محمد عبد العال، ساعد محمود ان هو يشتري البيت ده، ومحمود كان شايله الحتة دي جميلة قوي، واقام محمود كوخ صغير قوي يعني حتة في البيت كده جنب، يعني جنب البيت يعتبر، عشان يجي ينام فيه يعني ما يبقاش نام في وسط مراته وعياله. لكن هو ما كانش بيجي يبات عنده قلة من النوادر يعني، لانه لاحظ كده ان هو ايه حمل على اخوه، بس اخوه كان شايله الحتة دي ان هو اشترى بيت، ان هو ساعده في انه يشتري بيت فين؟ في غيط العنب. وكمان بقى يقول لمحمود محمد عبد العال انت ما بتجيش لي؟ قال له يا عم سيبك، خليك انت براحتك، انا عايز اقعد فين واسكن فين، في انا انا مثلا عندي شغل في مينا البصل، عايز اسكن في بيت قريب لمينا البصل، يعني اقوم الصبح اروح شغلي بسرعة، او سهران بالليل الاقي الشغل جنب السكن، ومية مية انا كده مبسوط قوي. وجا بقى سهور سكينة في حياة محمد عبد العال عشان يكون خط فاصل بين ماضيه ومستقبله، فقد اتعلقوا جدا ببعض، كل واحد من التاني اتعلقوا ببعض. يعني لعلمك كان يعني تعلق مرضي شوية، يعني هي بتحب ده وخلاص، وهو بيحب دي وخلاص وميت فيه. وكان فرق السن فيه دور أساسي، إذ كانت أكبر منه سكينة بعشر سنين، هي مكتوب عليها ان تاخد واحد اصغر اكبر منها، قصدي سكينة اكبر منه وزي اختها برضو. وكانت هي يعني تفكيرها سابقه شوية ومتفوقة عنه بكتير يعني، وده برضو خلاها متمسكة بيه قوي، كل يعني واحدة فيه واخدة واحد هي اكبر منه فتروح شبطانة فيه، وبس هو كان بيحبها بحكم ظروف حياتها بقى ديت كمان، اللي هي شغالة على بابا الله يوم فيه ويوم ما فيش، وبتسكر وبتعمل. المهم فرق السن ده لعب دور كبير برضو، بس هي كانت خبرة عنه في الحياة جامد، وبدأت تمتلكه كده يعني، ما حس ان هي بتفهم عنه وبتنصحه وبتعمله ومش عارف ايه، فقال لك ايه يعني ده، يعني هو كان محروم من الام يعني، فقالت لك ده عاملة زي تكون امي، ده بتقول لي كذا وما تعملش كذا ومش ملحقة من كل حتة وخايفة عليه. فقال لك ايه انا يعني خلاص انا بحب ايه سكينة، وكان فعلا بيخشها ويخاف منها شوية، وكان بيوافق على اي حاجة تقولها. ليه؟ لانه اقتنع ان هي بتفهم عنه وان هي برضو اكبر منه، فقال لك دي خبرة يعني وكده. وطبعا احنا عارفين سكينة كانت خبرة في الرجالة قوي، فيعني وكان السن اللي هي فيه ده كان في عزها، في عز انوثتها، كانت في توهجها يعني فعلا. فبانت له ان هي مكان دافي قوي للغربة بتاعته، وكان بيبقى سعيد قوي ومبسوط معاها، يعني دمرته الحب والحاجات دي كلها وضيعته نفسكه في الاخر. فقال لك لا 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 انا مبسوط مع الست دي جدا، وهعيش معاها وهكمل وهتجوز، وبقت نيته ايه كويسة، وهي مالها سخية معايا كمان يعني جدا في كل حاجة، يعني ساعات تصرف وتعمل، وبصراحة هي عاطفيا يعني أشبعت النقص اللي عندي في العاطفة وفي الغريزة كمان، وأنا حاسس إن أنا مبسوط معاها ومش متحمل أي مسؤولية مع سكينة دي. وسكينة كمان خلي بالك يعني هي متوافقين مع بعض قوي، سكينة يعني هو حبها قوي وقال لك بس دي كده امي وكل حاجة ومقتنع بيها تمام. سكينة بقى كمان كانت من نوع اللي هو شغوف بالرجالة قوي اللي هم يصغروها في السن، ولما تحب واحد بتحبه موت بضمير قوي برضو، بس كانت بتفضل قوي اللي اصغر منها في السن، وهي دي الميزة الرئيسية اللي خلتها تفضل محمد عبد العال على صديقه، لان محمد السادات كان أكبر. وكانت زيها زي كتير من البغايا، يعني ما بتبخلش على اللي بتعشقه بشيء، كانوا معظمهم كده، وعلى العكس من محمد السداد اللي كان بيصرف عليها، يعني هي كانت بتصرف على محمد عبد العال لكن محمد السداد كان بيصرف عليها، تخيل. حلوة الترام اللي قدامنا ده، جميل والله، شوف الحاجة القديمة شكلها تحفة. فشوف رغم ان العكس محمد عبد العال هو اللي كان بيتصرف عليه، بس حبته اكتر من محمد السداد، بحكم بقى خلاص ان هو رفقها وثابت معاها،
وهيتجوزها او شايلها لنفسه لغاية لما ينوي يتجوزها. وبدأ هو كمان يقول لها ما تخلطيش فلان، ما تروحيش معه فلان، ما تجيش معه فلان، ما تخلطيش الناس دي كذا. فأصبحت هي اللي بتصرف عليه رسمي على محمد عبد العال، لان لما لقى كده كان يطنش شوية، ما يروحش الشغل شوية، ما يعملش من قالك بقى بتصرف عليها، بحبها وبتحبني، والعملية ايه زي السمنة في العسل ولا القشطة في الزبادي. ومش عارف كان بيقولها ايه في المسلسل، هيقولها كلمة بعد كده هتيجي، اللي كان بيقولها مش عارف زي الزبدة في العسل او حاجة، نسيتها والله، هبقى افكرها لكم واحكيها لكم. وكانت فاهمة ان علاقتها مع محمد عبد العال دي هي الدليل على الوحيد على ان هي لسه ما زالت انسانة، كانت نسيت نفسها وعايشة زي الحيوانة كده، ولا دارية ولا بتستمتع بأي حاجة ولا في أي حاجة. وهو ده الراجل اللي هي اختارته بإرادتها الحرة، ما تفرضش عليها، أنا جالي بس أنا حباه، وأنا هو ده اللي همنحه نفسي من دون أي حاجة تحصل أو حد يجبرني على كده، لأ أنا اللي عاجبني جدا جدا الراجل ده، وانا برضو هكمل معاه زي ما هو في نيته. شوف زمان الفلاحين كانوا ينزلوا الترعة او النيل او كذا، البقر والجاموس يستحمى والعيال كانت بتستحمى جنبه، تخيل، ولا عيني بقه في المية اهو، والله ما كانت صحتهم حلوة وما كانتش بيحوق حاجة، بس يعني منظر بصراحة حطيته ملوش دخل بالقصة قوي، لان دي عشان تعرف الحياة اللي كانت موجودة ايامها برضو في الكرة. وبكده ترك محمد السداد أفندي، معرفش يسد محمد السداد، الله يفضحك يا سداد، ولا سدت ولا نيلت. محمد السداد ترك مكانه في فراش سكينة لصديقه محمد عبد العال اللي باعه عند أول محطة، وأخذ منذ ذلك الحين يتردد بانتظام على بيت الهمام، اللي هو مين؟ اللي هو محمد عبد العال. وإحنا لسه فين؟ في كفر الغاطس، تمام، اللي هي قريبة منين؟ من كوم الشقافة، عشان بس تمشي معايا التسلسل اللي هيتنقلوا بيه، تمام، ليصبح تلقائيا هدفا لمضايقات مين؟ الغتت حسب الله. بس هو في دي عنده حق، ماشي، بس يعني اقصد ايه، لازم هيقع مع حسب الله اللي قاعد مراقب كل حاجة. وكان بدأ يعني يعتمد على سكينة شوية كتير، وبدأ فترة اللي هو عاطل ما بيشتغلش طولت قوي، فطبعا دي طالت، يبقى ايه، يبقى قصادها الناحية التانية زاد مرواحه لسكينة، تردده على سكينة زاد قوي، وبقى كأنه عايش معاه ومتجوزها. وفضلا عن ان تردد محمد عبد العال المنتظم على البيت فقد لفت نظر مين؟ طبعا الجيران، الى ان في هناك بقى كده ايه يا جماعة، ده في نشاط مريب في البيت ده شغال من ورا ظهرنا، ده مين؟ الجيران الصعايدة هناك اللي كانوا بيقولوا يعني كده في حاجة مريبة واحنا قاعدين نايمين ولا احنا هنا، مما ادى الى انخفاض الدخل في البيت. ليه؟ لان الهانم سكينة ما بقتش فايقة للبيت، ولا عايزة تسحب ولا عايزة تجيب حد، فبدأت ان هي مش فاضية واتشغلت عن البيت، والدخل قل، وده طبعا هيخلي مين؟ حسب الله يتجن. وهنا فهم حسب الله ان علاقة سكينة بمحمد عبد العال هي هتخرب البيت، وان العلاقة دي تختلف عن علاقتها بمين؟ بمحمد السداد، لا ده العلاقة دي شكلها مش هتخلص والموضوع كبير، فبدأ ينتبه. وكمان بتصرفي عليه سكينة، يعني علم وعرف ان هو ان هي بتصرف عليه، يعني بدل ما انت جايبه راجل انت اللي هو اللي يصرف عليك زي محمد السداد، انت اللي هتصرفي عليه، فده غاز حسب الله قوي، يعني ايه ده بقى، ده انت معاكي فلوس واحنا نتعب ونعمل، هو نصيبك وحقك وتقدري تصرفيه، طب ما انت اولى تصرفيه علينا احنا. فبدا يقول ان هو احق بالفلوس دي، هو عافيه، هو جعان وعايز فلوس باي طريقه. وازداد الخشونه في التعامل مع سكينة ومع محمد عبد العال، لكن سكينة
يعني المرة دي ما انتبهتلوش خالص ولا عبرته، وأصرت جدا إن هي حرة في إن هي تصرف فلوسها ونصيبها وحقها اللي جاي من الحلال من دخل البيت كما تشاء وعلى من تشاء، يعني بمزاجي هصرف اللي أصرفه وأعمل اللي أنا عايزاه، أنا حرة. تمام، وده الكلام ده جنن حسب الله. وطبعا ده عقد المشاكل بتاعة الإقامة المشتركة مرة أخرى زي ما حصل قبل كده في بيت الخواص يعني. وسكينة لقت نفسها فجأة مركز لريبة الجيران وبيشكوا فيها، وبعدين الناس بدأت تستنتج، الله ده بيجي بقى كده وبيجي لسكينة، استنتجوا إن عبد العال ده، هم كمان استنتجوا إن هو بيجي لسكينة بالتحديد. الله، بس الرجال الغرباء كلهم اللي بيدخلوهم ده كده بيقصدوا غرفة مين؟ سكينة. ده بيقعدوا وقت كتير، والوقت ده بيبقى معاها مثلا. طب يعني بقى الناس بدأت تكلم نفسها، الله طب وحسب الله اللي قاعد فوق ده قاعد ايه؟ طرطور ملوش لازمة. وبدأت الناس تضرب أخماس في أسداس وتشوف، يعني شبهتهم خلي بالك ما جاتش ناحية ريا خالص، قال لك رايا دي اشرف من الشرف، ده كل اللي داخل كده بقى ايه، داخل على سكينه، على سكينه، ده سكينه دي شغاله في حب مصر، يعني سكينه عامله جمعيه. يعني بدات سكينه نفسها لما شافت نظرات الناس بقى والكلام والبتاع، قالت لك لا ده كده بقى انا ابتدي اشك في مين، في رايا وحسب الله، ده هم بقى اللي بيزقوا الناس عليا وبيشبهوني وهم اللي بيخلوا الشبهات تيجي ناحيتي اكتر، ده يبقى هم دول بقى اللي مسؤولين عن إثارة الجيران عليا والشبهات اللي عمالة تحوم حواليا. والله ده انتوا كده قاصدين تشيلوا الشبهة من على ريا وحسب الله، وعمالين تتهموا كله فيا، يوم ما يحصل حاجة الناس تيجي تولع لي انا بقى وتضربني انا، وانا اللي وحشة وانتوا قاعدين شغالين زيكم، وانتوا اللي حلوين. ده بتفكر ذكية قوي، قلت لك بس يبقى حسب الله وريا متعمدين يعملوا كده ويشوهوا صورتي وهم شغالين من تحت لتحت وشكلهم حلو، ويجي الجيران يشتكوا له والله يا عم انا معرفش بتعمل كده ليه ومش عارف ايه، ده كده ايه في خطة، يعني كده في حاجة مرسومة وخطة مرسومة عليا. وقالت لك كده هم بقى يشتغلوا فل الفل ويشتغلوا زي الفل، وانا كده قاعدة انا المتهمة، وان شكوك الجيران بدأت تتركز فيها قوي وتأكدوا بقى خلاص، وبدأوا يضايقوا مين؟ سكينة. يعني الشكوك زادت قوي لدرجة بدأوا يضايقوها، داخلة مع واحد يتريقوا ويشتموا ويعملوا مما اضطرها او الحاجات دي هتضطرها للرحيل. فقالت لك بس انا كده هيزهقوني على الاخر، يبقى انا همشي. مين اللي هينفرد بالبيت بإدارة الشركة دي بقى والبيت زي ما اتعمل فيا قبل كده؟ يبقى مين؟ ريا وحسب الله. لا دي خطة وحاجة بيلعبوها بقى، وبيستغلوا اللي انا بعرف واحد وبيلعبوا على الوتر ده لغاية لما يطفشوني، والبيت يكون مشي وجاب زباين وياخدوهم مع الجاهز، هو ده المهم عندي، طز في اي حاجة. وسواء كانت شكوك الجيران التي احاطت بسكينة قد تولدت بإيحاء خفي من ريا او حسب الله، أو كانت النتيجة المنطقية لاندفاعها في الإعلان عن علاقتها بمحمد عبد العال على سبيل العناد معهم أو للسببين معا، فإن هذه الشكوك ما لبست أن طالت الجميع من دون تفرقة. ما هو بعد يعني أنت بالبديهي الناس دي عمالة تيجي لسكينة تيجي لسكينة، طب ورايا ساكتة ليه وحسب الله؟ يبقى أنتوا كلكم شبه بعض، ما الناس ميزت وفهمت. فازداد دي الأحرار اللي حواليهم وبيوت الأحرار اللي حواليهم من الجيران بتأكدوا مليون في المية في بؤرة بغاء جنبنا، بغاء سري يا جماعة شغال جنبنا، وبدأوا يتكلموا مع بعض ويتفقوا ويرتبوا، والستات تجتمع مع بعضها والبنات تجتمع، فأعلنوا الحرب على آل همام بوسيلة كانت شائعة في الوقت ده عشان يطفشوا اللي بيديروا البيوت اللي هي بتاعت البغاء او البؤر الاجراميه، عشان يطفشوهم بعيد عن مين؟ اي الستات واقفه بتتكلم، ايه خلي بالك اهم واقفين قدامك اهم على المحطه.
عن يبعدوهم عن مساكن الأحرار. فقد حرضوا أبنائهم الصغيرين بقى الخطة اللي كانت ماشية، وهي اللي كانت ماشية في الوقت ده دايما، على يتجمعوا العيال الصغيرة مع بعض، وأي واحد داخل البيت ده غير حسب الله وريا وسكينة يفضحوه فضيحة ما في بعدها، هيجرسوه ويفضحوه أي واحد داخل من الرجالة الغريبة للبيت ده. وكمان هندوكوا كل واحد طبلة يا عيال صغيرة، تمام، وهنقول لكم الأغاني اللي تقولوها، الأغاني اللي هي الساخرة اللي فيها فضايح. و يعني كان في منها بيت سري، مش عارف بيقولوا بيت سري مستور ومش عارف ايه كده. المهم يعني كان في اغاني حاجة زي كده، مما اضطر الى ان العملية زادت قوي بقى، هم يعني خربت عليهم كلهم، اضطر للاختين لفين الرحيل عن كفر الغاطس زي كل نهاية. واثارت الطريقة المهينة اللي مشيوا بيها واتكرشوا بيها من كفر الغاطس غضب حسب الله جامد جدا، وما لقاش غير مين طبعا يحمل المسؤولية لمين؟ لسكينة. وبدأ يوبخها وبدأ يتعامل. احلى حاجة ان هو قال لها ايه، قال لها انت المسؤولة او انت شايلة المسؤولية عن اللي صاب شرف الاسرة من اهانات في الشارع، وكلها كانت بسببك. ويا ستي احنا مشينا اهو، انا مصر يا ريا ان عمري ما هشارك سكينة دي ابدا في اي مسكن. بعد كده انسي ان انا هشاركك في اي حاجة، انت فضحتينا وضيعت شرف العيلة. وعلى عكس ما كان يتوقع، فقد رحبت سكينة بالانفصال. مفكر سكينة هيقول لها يلا ننفصل، هتقول له لا لو النبي لا، ده رحبت جدا. ومين اللي محرض سكينة ومشجعها ومقوي قلبها زي ما هي كانت عايزة؟ واحد سند، محمد عبد العال، اللي هو كمان كان زهق قوي باللي بيفرضه حسب الله عليه من شروط ودخول وطلوع، وكمان شروط على علاقتهم ببعض من قيود كان شرطها عليها شروطات جامدة جدا، ومتغاظ من الصرف اللي هي بتصرفه. وزهق بقى انه شوية رايح الكوخ اللي اخوه عمله له ده جنب البيت، اخوه محمود اللي هو في غيط العنب، وبين الحجرة اللي هو كان الحجرات اللي كل يوم يأجر أوضة جنب شغله، أوضة هنا مرة ما كانش بيأجر بالشهر لأن كان بيروح أيام كتير عند سكينة، كان بيأجر بالأيام. فزهق قوي، قال لك يا عم لا أنا خلاص. وأصبح شديد الرغبة محمد عبد العال في أنه يستقر مع مين؟ مع سكينة، أو يعني يرافقها مرافقة تامة وعايش معاها بأي طريقة. وأصبح حبه لها قوي جدا جدا جدا، وبقى شغوف قوي وعنده طموح قوي ان انا وسكينة دي لازم نقعد في منزل مستقل، فيلا على البحر يعني، ان نقدر نعيش فيها حياة أسرية سليمة. كل ده عمال يطرمخ ويقول وهو مش متجوزها، هيعيش وهيعمل ناس يقولك ايه، ونخلف عيال كمان واحنا مش متجوزين، وعايز يعيش حياة آمنة ومستقرة زي الفل، وبعيدا عن تطفل الجيران ومضايقتهم أو نظراتهم، ونبعد عن قرف الجيران ده يا عم والاحتكارات والمناظرات اللي عمالين يبصوها لنا. وغادر الاتنين كوم الشقافة اللي هي كفر الغاطس دي، هيمشوا من كوم الشقافة خلاص إلى فين تاني؟ باب سدرة، واستأجروا غرفة أقاموا فيها. أول يبقى تالت حاجة هي باب سدرة، كرموز وكوم الشقافة نمرة تلاتة باب سدرة، تمام حلو قوي. وأجروا خلاص غرفة واستقروا، وقدموا نفسهم بقى على بلاطة من الآخر، رايحين يأجروا الأوضة. أنت مين يا عم أنت والست دي؟ لا ده مراتي. وراح يقدم نفسه صاحب البيت وللجيران كلها، يا جماعة سلام عليكم دي مراتي، سلام الله وبركاته دي مراتي، ازيكم يا جدعان دي مراتي، يعمل لها اعلانات. وتعامل الجميع وصدقوهم على ان دي مراته، وطبعا لسه جاي جديد ومحدش عارف عنه حاجة خالص، قال لك بس ده مراته، راجل ومراته جايين يسكنوا احنا مالنا. ولم يقصر كل منهما في تأكيد ذلك كلما سنحت لهما مناسبة،
يأكد ويأكد ان دي مراته فعلا، كما تعالى تعاملوا مع المسكن باعتباره بيت من بيوت الأحرار، الناس الجيران كلها بس ده ناس أشرف مش شرف، ودي بيوت أحرار معانا مع البيوت اللي معانا. وبالأخص يعني ان محمد عبد العال كان شغال في الوقت ده بشكل منتظم في شغله، فلم تجد سكينة ما يجبرها على العودة لممارسة هوايتها في تنظيم البغاء السري. قالت لك الله، طب انا عايشة هو عيشة حلوة، هو الراجل عايز يتجوزني وبيحبني وبحبه، طب هنشتغل بغاء سري ليه؟ ما لحد دلوقتي خلينا كده ايه قاعدين محترمين وزي الفل، وانا مبسوطة وسعيدة مع الجدع ده قوي. وقررت في الحتة دي في الوقت ده يعني الصغير ده ان مفيش بغاء سري خلاص. وحسب الله كل يوم محمد عبد العال رايح من الشغل وجاي من الشغل، والناس اقتنعوا بيهم تماما ان ده بيت من بيوت الاحرار وان دي ناس محترمة. تمام، ويا رب ما كنش طولت عليكم، ونكمل المرة الجاية قصة ريا وسكينة واخواتي المشتركين المدمنين لريا وسكينة. خديني معاكم بالمرة ماشي، او حطوني دفوني مع المدمنين. الى اللقاء في الحلقة القادمة، سلام.